مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده حلقه جديده على الهواء مباشره مع شاشه الفضائيه المصريه. دايما بنقابلكم في نفس هذا التوقيت من السبت للاربع، بنناقش مع بعض موضوعات كثيره، ولكن دايما بنبدا بفقره عن الاخبار المحليه والعالميه، ودي ان شاء الله هتكون مع الزميل شريف عبد الوهاب. اما فقرتي دي اللي احنا وعدناكم بيها امبارح، يمكن فتحناها بشكل مختصر ومقتضب وقلنا بالتفصيل هنتكلم فيها في حلقه يوم الثلاثاء. النهارده احنا هنتكلم عن البروتوكول اللي تم توقيعه ما بين مبنى اذاعه وتلفزيون ماسبيرو وما بين مؤسسه ام بي سي. الموضوع بشكل تفصيلي هنعرفه النهارده من ضيوفنا، الدكتور حسن عماد عميد كليه الاعلام، والكاتب الصحفي علي القماش رئيس لجنه الاداء النقابي بنقابه الصحفيين، والاستاذ محمود العسقلاني الكاتب الصحفي ورئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. طبعا الكل يعلم، واكيد انتم كلكم متابعين على شاشات الفضائيات المختلفه، الحرب الدروس على مبنى الاذاعه والتلفزيون بعد توقيع مذكره التفاهم ما بين الطرفين. وفي مجموعة من الإعلاميين للأسف هم خريجي هذا المبنى، وبدأوا في حملة تشويه شديدة، رغم أن البعض بيقول أن هذا الاتفاق هو قبلة حياة لمبنى الإذاعة والتلفزيون رغم كل الظروف اللي بتمر بيه والديون المثقلة على عاتق هذا المبنى، وأيضا يعني مبلغ كبير بيمثل عبء على موازنة الدولة. هذا الاتفاق محتاجين أن نتكلم عليه بشكل من التفصيل، ولكن دائما بنقول أيضا مش صح أبدا أبدا، حتى وإن كان هذا المبنى ونحن كلنا من مدرسة هذا المبنى، إننا نقوم بإلقاء اللوم، وللأسف بعض الأحيان بيكون انتقاد بشكل شديد اللهجة، بالضبط زي المصري اللي بيخرج حقه إنه يخرج برا بلده مثلا لو ما لقاش فرصة داخل بلده إنه يطلع برا، ولكن في نفس الوقت انه ما يجيش ويشتم في بلده. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا ممكن ننتقد، ولكن ننتقد بشكل في نوع من المهنيه، لا اكثر ولا اقل. هنتوقف معاكم طبعا مع الزميل شريف عبد الوهاب، هيقول لكم على تفاصيل فقرته النهارده، وهنرجع لكم مره تانية مع فقرتنا ان شاء الله. مساء الخير يا شريف. مساء الخير يا امام، مساء الخير لكل مشاهدينا. يمكن فتحت في البرنامج في النهارده وبكره اكتر من مره موضوعات. لعل الموضوع اللي انا فتحته هنا كان موضوع سرقه الاثار، واستجاب سياده اللواء ممتاز فهمي اللي بشكره مره ثانيه على الهواء عندما استجاب يوم عرضت موضوع سرقه باب مسجد سلطان قلاوون، مباحث المواني سواء في المطارات او في المواني نفسها البحريه كانت متناقضه بشكل كبير نتيجه للكلام اللي احنا كنا قلناه طبعا الى جانب شغلهم، يعني بس تواصلوا معانا واستطاعوا ان هم يقوموا بضبط اكتر من قضيه اثار، وسياده اللواء كلمنا على الهواء اللي بشكره مره ثانيه. في موضوع ثاني انا كنت فتحته ايضا في هذا البرنامج، موضوع ملف الاختراق الصهيوني لمصر والملف الاقتصادي. هي جرس انذار بنحاول اننا نفتحه، كنت يوم الاحد قلت لكم ان في تقرير هنعرضه النهارده عن التاون هاوس، عن المكان الموجود في وسط البلد اللي كان بيقال او موجود ويديره شخص اجنبي يهودي الجنسية وإسرائيلي الجنسية، كان بيلم الشباب كده وتمويلات والكلام ده كله، أغلب الشباب الأول قبل ما يجندهم لحاجات كتير كان بيقول لهم إن تعالوا نعمل دورات تدريبية سواء في الفن التشكيلي أو غيره. النهاردة من خلال التقرير اللي احنا محضرينه لكم اللي قلنا لكم عليه يوم الأحد ده، هيبقى جرس إنذار للمسؤولين إنهم يتحركوا، ونتمنى إنهم يتحركوا. يوم الأحد كنا فتحنا هنا على الهواء، وبشكر دكتور عادل العدوي وزير الصحه والمسؤولين على الصحه، ان فتحنا هنا في البرنامج موضوع الاهمال في مستشفيات وزاره الصحه ومنها مستشفى حميات امبابه. بعد الحلقه تحرك المسؤولين بشكرهم جزيلا، وتم احاله المسؤولون عن الاهمال في مستشفى حميات امبابه للتحقيق ووقفهم على العمل. ده شيء انا بشكرهم عليه، هو ده اللي احنا بنحاول عليه اننا نتواصل مع بعض، وفي نفس الوقت اننا لو في حاجه سلبيه نقولها، لان المسؤول جاي مش يقعد في مكتب في تكييف او يقبض فلوس في الشهر، لا هو جاي عشان ان هو يخدم المواطن في اي باي صوره.
أنا هيكون ضيفي بعد لحظات الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير الأهرام الأستاذ عبد العظيم الباسل، ولكن أدعوكم إن احنا نروح مع بعض دلوقتي للتقرير اللي احنا اتكلمنا عليه، وهو المركز الثقافي الموجود بوسط القاهرة. هذا المكان الذي يديره أجنبي، وهذا هو تنبيه على الهواء، وأكيد الأجهزة السيادية متابعة هذا المكان. نتمنى أن نعرف تفاصيله قريبا جدا، التاون هاوس اللي في وسط البلد. هنروح لتقرير وبعديه هستقبل كاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد العظيم الباسل.